مشاهدينا وين ما كنتم، صحة فطوركم، مرحبا بكم في هذه السهرة في برنامج السهرة باش ترافقونا ونرافقوكم مع ضيوف تحبوهم كثير جاوا باش يتقاسموا معنا هذه السهرة من أجلكم أنتوما. مشاهدينا أنا سعيدة جدا باستضافة فنان كما قلت لكم تحبوه كثير، وحتى احنا يعني عادة ما يجوز بزاف البرامج لكن كي يجوز يدير البصمة ديالو الشاب بلال تحت تصفيقات الجمهور، مرحبا بك. اهلا، مساء الخير، مساء الخير عليكم وشكرا بزاف بهذه الدعوه. يعطيك الصحه ورمضان مبارك لينا كاع وجميع الامه العربيه ان شاء الله يدخل لنا بالخير وشكرا. يعطيك الصحة، شكرا. مع الشاب بلال أكيد حين نقضيو وقت وسهرة ممتعة بلا ما نساوى الفريق. سالي صح فطورك ومرحبا بك. صح فطورك نساء وصح فطور نوتخو شيغ بوبليك. بلال خويا سيدي مرحبا. يا سيدي نحلوك باش تجينا. يا حنا كاع ولاد حرمه سيدي. ربي يحفظك. يا خويا رانا فرحانه اللي راك معانا. صحة فطوركم كاع اللي راكم حاضرين معايا. رمزي ولدي لاباس صافا. خويا رشيد غايه بيان. بلال نعاود نرحم بك وناس اخرين نقول لهم هكا صحة فطورك في وجهك. ربي يحفظك. انا اللي نبكو. يلا يعطيك الصحة سالي. رمزي مرحبا بك وصحة فطورك. ان شاء الله يسلمك. صحة فطورك، صحة فطور كامل راهم حاضرين معنا اليوم بيبليك مشاهدين. كي العادة اليوم معنا شيخ بلال لبالي راح يجوز لي ميسيون طوب. يعطيك الصحة، شكرا. رشيد مرحبا بك وصحة فطورك. صحة فطورك عيسى اختي، الله يطول عمرك. كلو لكم دابيتود كاع راكم ديروها. تحية للبيبليك. ربي يخليكم. وهذه قاعدة شابة بزاف. بلال خويا والله لا شرفتنا بالحضور تاعك. شرفني. الله يطول عمرك خويا. يعطيك الصحة بلا ما نساو زبير بالحرف في برنامج السهرة. سهراوي على وجهك. صحة فطورك سالي. يسلمك. رمزي خويا توحشتك والله. ربي يحفظك. صحة فطورك. ربي يحفظك. شيخي رشيد السادي اللي منك نتعلم. يطول عمرك. توحشتك وصحة فطورك. صحة فطورك. درجة درجة اللي بغيت تربح. وي عندك غير طيح. ايوا تقضب غير ريح. يا تندم ندمة وتخسر في لافير. الشدة في الله والعاطي ربي. يويح اللي دار ويح. هكا استاذ. وانا ما تعمرش يا خويا. كثر خيركم على يعني على لاكاي كما يقولوا على الاستقبال. ورفدتوني باش طلعت فوق هذا الكرسي هذا. والله يعطيكم يعني ما تمناو ونستكثر خيركم بالبزاف من المخرج ليكيب لي ماكياج ليكم انتوما كامل. واجب علينا هذا الشيء. حنا نستكثروا خيرك اللي عطيتينا الحظ، عطيتينا لينا الشرف اننا نكونوا رانا قاعدين معاك. وزيد نيسا الحمد لله اللي جات سلامات. الحمد لله نقولوا ان شاء الله هذا واحد الباس. الحمد لله كي جاتك هكذا وما جاتش كثر. في العدو ان شاء الله. ايه في العدو ان شاء الله يا سيدي. ها وتبراي وتولي ما خير ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. ان شاء الله. الله يشرفينا اليوم السيده نعيمه الزيريه. زبير ما تنساش عندك غنيه راك تجهز. راني بريباري. راني بريباري. قولي له. يلا زبير راك راني نخمر. راني نخمر. مالح نينا. راني نخمر في الكلمات. على حرام عليك مسك. على ديما تحطوا لانفيتي قدام زبير علاه باش يتصرعوا علاه. لا سيده نعيمه الزيريه تعرف اليوم. بصح انا لانفيتي توجور نبدأ له غيب الله الله مزال بعد نبدأ نطلع والباقي يعلم الله. الآن سؤالي سالي ولا زبير رمزي رشيد سؤال شوية ما على باليش إلا تواجبني لكن شكون هو الآن وريث الأغنية المالوف في الجزائر؟ والله لو كان الحاج راهو حي ربي يرحمه. والله شوفي هذا السؤال يعني أنا ما نقدرش نقول على روحي أنا وريث. وأنا نعمل من أجل المحافظة على هذا التراث باش نزيد باش نسوفغاردي هذا الباتريمون تاعنا. كي نهضروا على العائلة فرقاني الحاج الله يرحمه الجد كان معول عليا بزاف وكان يقول لهم هذا هو خليفتي وكان يهضر الأمور كان يقول باللي هذا هو خليفتي وأني خليت لارولاف وكذا وكذا. بصح أنا ما نقولش راني خليفة الجد لأنه واحد ما يتخلف لأنه كل واحد عنده واش عطاه ربي هذا سي أن دون. صح الجد قال انه عدلان كان يقول الحاج هو الخليفة قالها في بليزيور بلاطو قالها في شفاليا درنا حفل في المسرح الجهوي قسنطينه وقالها كي خلصنا لا سواري قالها اون بلان بوبليك هضرها لهم وقال في عده بلاطوات ولا في ديزيميسيون تيليفيزي تو
بصح هذا انا نعتبره انه ثقل كبير، ولكن هذا الشيء يحفزني ثاني باش نزيد نقدم لقدام. والحمد لله نقول مازال العائله تفرقاني، كاينه لا رولاف وكاينه مام في العائله الفنيه بكل في المالوف، الحمد لله كاين لي جون، ماش غير انا كاين دوطر جون اوسي. برافو، ربي يوفقهم. قبل ما نسمعوا حاجه حرمتوا بك نعاس يجيبها لنا سيغ بلاص، بصح قبل نخلوك تسمع صوت زبير بالحر اللي راهو حاضر معنا. اطربنا اطربنا يا زبير. والله غير على وجهك. الله يبارك فيك، عيني كبير والله غير على وجهك. انا ما قدش انا دي العين بزاف. انا غادي نعطيك وصايه. نعطيك وتا حطها وين تبغي. تفضل اخويا تفضل. يا قلبي خلي الحال، خلي الحال على حاله. يا ضرب حرام عليك، حرام عليك، ها سيدي يحشم شويه على بالك. الكلام الكلام بركة الكلام بركة كذا. والله انا اعطيتك كما انا حسيت. يا قلبي خلي الحال يسير على حاله. لا انا قلت يا قلبي خلي الحال على حاله. على حاله. على حاله. انت سالتها سالتها. انا ما خليتهاش يسير. قلبه ما يمشيش ما يمشيش. قلبه ما يمشيش. انا قرطيته القلب. يلا نسمعوا حرمتوا بيك نعاس يا زبير. هيا نخلوك انت واش نسمعوا من عند عدلان هكذا سيدي. انا اللي يعطيه لي خويا قابله. ربي يلا خلاص. بالعود كيما حبيت، احنا ماذا بينا بالعود رشيد. بيسير هيا خويا يلا. يعني حرمتوا بيك نعاس. يا حليل يا حليل هذيك الريشه وكل شيء. جو سي با اسكو ردك شويه شويه شويه. انت غير قعد تغير غير احنا نقدموا احنا نديروا كش. ربي يعيشك بخير. مليح 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 الله عليك. زيدوا مليح خويا زبير. انت غير متعنا. هذا لو مود رهاوي معروف في قسنطينه وفي الجي وفي لي زونفيرون ثاني يقولوا، ولا في المشرق يقولوا نهاون ثاني، ولا سحري في العاصمه يقولوا سحري. قلبي خلي الحال يمشي على حاله. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله. اترك جميع الاقوال واصغى لما قال. يا 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 ليل هليل حرمت بي نعاسي يا ميرة الريام. حرمت بك نعاسي يا ميرة الريام. وبحت بك ناسي وصرت لك غلام. وبحت بك ناسي وصرت لك غلام. وسلى دمعي كسي عيشي بلا طعام. وسلى دمعي كسي عيشي بلا طعام. في بالك أنه كنت حتفوزي بالمرتبة الأولى سيدة نعيمة؟ أنا كنت شوفي أنا درت في بالي المرتبة الأولى، لكن شوفي طبعا الحوزي الأصيل جامي يدي المرتبة الأولى. انا سمحي لي انا جو سوي سانسيغ. لا لا اكيد احنا اليوم نتكلموا بصراحه جامي يدي. والحمد لله اللي ديت الجائزه الثانيه ما ديتش الرابعه ولا الخامسه. ها
هذا واش نقدر نقول. وعلاش ما يديش المرتبة الأولى سيدة نعيم؟ ما يديش، يدي غير الشرقي وغير هذا المكان. هذه هي ما يديش، وهذا الشيء على بالنا كاع به. يعني اللي شارك بالحوزي ولا ما كاش ما يديش المرتبة الأولى. ما يديش ما يديش، والله ويكون واش يكون. هم راحوا لدو بويز، علاه جوزوهم؟ كي راحوا ما تجوزوهمش. بنزينة وما أدراك، والصوت العزيز اللي عنده وما جازش مسكين. أنا درت حالة، أنا قلت له علاش رحت؟ كان ما يروحش، علاه راح؟ أنا عيطوا لي قلت له ما نجيش. عيطوا لك اتصلوا بك؟ ما نجيش. فايس سينيور. وي عيطوا لي. قلت لهم ما نجيش. وش رأيك في المشاركة تاع نرجس، السيدة نرجس؟ فنانة نرجس. فنانة. فنانة وغاضتني كيما يعني ما جوزوهاش وما فنانة، بصح كانت زعفت عليها وعلاش راحت؟ ما تروحش. خاطش على بالنا النتيجة كيفاش، ما كانش يجوزو غير هما. نعم. محال نجوزو حنايا. أنا نروح باش يرفضوني مع القدرات الصوتية اللي عندي. جامي. صح، راكي ديفا في بلادك. الحمد لله. فيفا سلطانة. فيفا سلطانة. عبد القادر. عبد القادر بزوج شبيه فوندام راهو حاضر معنا، كلك طاقة إيجابية ما شاء الله. عبد القادر يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. اليوم سالي، اليوم رانا سبيكتاكلا. سبيكتاكل. عجبني كي قال رمزي قال روح جيب كريتا. اسمع راح يجري. لو كان تعرف واش تسنى. تسنى تقول له لا لا راح تسنى. يسمير ويا في كليزيغ. مش عاجبني اليوم كيما قلت في حاميين. انا نخلط في الغاشي نورمال. اليوم انا اللي عنده هضره معايا قابلني. زوبي اليوم غير قعد عاقل. خليني خرج لي راس راس. اقسم بالله راه معك شك نوريس. جات شك نوريس. واه. بس حسالي حتى سي وهاب عاقل مرزان. لا لا بصح على بالي. تكنيك. تاعش هادي واش معناها؟ لفعه؟ هادي هادي ضربه العقرب. اذا عبد القادر الان شفنا استعراض وشفنا انه لي فيديو في التيك توك راهم دايرين لو بوز يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واش من لا فيديو اللي جابت لك اكثر مشاهده؟ لا ماكتا. لا ماكتا. جابت لك بزاف لي فيو. واه. يعني سي عبد القادر ما شاء الله عندك مدخول من التيك توك. وعلى ذي النفس هذه. واش بك عبد القادر راك لي فيديو راك تجيب بهم لي فيو؟ غاديين دروك غاديين نقعد نهضر؟ قول لنا الصراحه. خوي قلبك عبد القادر. نقول لك لا لا كاش كيف غادي يهضر هضره شابه. اني سا واحد مسكين غير مسكين. على مسكين سي عبد القادر؟ تكون فاهمك. كاين واحد الغنيه قديمه نسقى لها باز. لا لا هبوا كل يوم نكذب. يجي نهار اللي تقول الصح وما يامنوكش. حنا سيفري شعنا ما عندناش كي اللي راه حاسب لنا او راه شايع راه مشتت راه غير دراهم دراهم كي تسمعي عنديش ديرها في راسك اللي شايع شايع غير بالخلايا ما عنديش كيف واحد سمو فوندام شايع عنده بورطام مهرس قديم بورطام مهرس لانه شابيلا احنا شفنا انه بعض الاغاني من دول مجاوره نسبوها لهم عادات وتقاليد نسبوها لهم وهادو نعرفوهم انها جزائريه ربما احنا خلينا هذا الموروث الثقافي يروح من بين يدينا حتى بعض الفنانين خفنا انهم يروحوا من يدينا ومن الجزائر وينسبوا لبلدان اخرى منهم شابيلا خفنا في وقت من الاوقات انه يديوها علينا لا من المحال شوفي هذه الفن موسوعة كبيرة واللي أنا رأيي والفن ما عندهش حدود وما كانش دي فرونتيير في الفن لافيليتي حنا كبرنا كاع بأم كلثوم وعبد الحليم ومن مصر وكبرنا بناس الغيوان ومشاب من المغرب وكل واحد وكاين بشارلز نافور من فرنسا وكل شيء الفن ماهوش محدود ماهوش في بلاد ولا زعما غير هي كما قلتي يلقى كل عامل ينسب لمولاه نغني غنية تاع مانيش عارف تاع الشاب بلال نقول هذه الغنية تاع تلحين وكلمات وتوزيع وشكون تاع تكون انت زعما ما كانش هذا ماشي الفن يخرج بالسيف عليه يخرج ما تجمش تبلع الفن
باسكو الناس تسمع. مام واحد يكون في كندا يلزم يسمع عبد القادر شاعو، ما تجمش تبلع عليه تقول له ما تسمعهاش. غير هي كما قلت لك من باب الاحترام واحد يقول هذه الاغنيه تاعمن وهذه تاعمن وكل شيء. الفن ما عندهاش حدود. لي انا زعما ما كانش لي فرونتيير، وكونترير من كيعاود لي واحد اغنيه كما قلت لك يزيد يبينني. لا بصح حنا في الجزائر راك تكلمت انت في بدايه الحلقه وقلت انه مجده رومي لبنانيه، وقول اني استمتعت بالاغنيه تاعها وعاودت وقلنا انها الاصل يعني انها لمجده رومي من لبنان وبيروت، فهذا هو الاصل يعني. احنا حتى فنانين لما نسمعهم في الجزائر قال هذاك فرنسي ولا شارل ازنافور ولا، لكن نسبوا البلد ونسبوا الفنان. احنا خفنا انه حتى الفنانين هكا يضيعوا من بين يدينا يعني. لا لا محال، اصلك اصلك، ويبقى الواحد كي غادي يروح بلال يدفنوه في الجزائر، ما انا غادي زايد في الجزائر وغادي يدفنوني في الجزائر، ما غاديش ما يتنجمش. هذا هو الكلام اللي حبيت نختم به قبل ما نسمعوا شاب بلال تاع تصفيقات الجمهور، باش نسمعوا الاغنيه بما انه الفنان حاضر معنا. يلا تفضل معنا.
حاضر معنا في برنامج السهرة. أنا على بالي باللي زوبر قلبه راه معمر لي من تهدي هذه الغنية اللي سمعناه. يا خويا شبي نقول لك انا نهدي هذه فيها بزاف رسائل مشفره فاس فاس العديان داكور انا العديان غني هذه العديان العديان حاشا لها العديان يا اخي مازال يغني الشيخ بلال وغناه كامل غير هاك وراك مريد انت لا هذه تاعي غير ما تديهاش لا لا هذه تاعي غير ما تديهاش سالي رجعي له رجعي له ما تقدر لا 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 سالي نعرفها ما تحشميهاش شنو نحشمها ما تقدر ترد عليه ما تقدر سالي قبل ماشي بالسيف تقعد معايا وغير روحك مكابتك الى ما تعيش تهضر معايا الطريق راهي ليك واش كاع نعرفو نغنيو انا كبرت بالغناء تاع بلال مازالني درك نتبعو وغناه فور بزاف وراجلي يحبك يموت عليك ربي يحفظك وصلي له السلام ربي يحفظك تزيق على زوجك تاني نعم والله في هذه الغنية انا شديت واحد لاتيرة واحد لابراز هبلتني احلامك ذكرياتنا جاي عندي بيت رنك عليا عمي وعندك مرايا قلايا اكثر من هكا واش كاين خويا هي كلها رسائل لا رسائل بلال ما على باليش لي من زبير على بالي لي من عديان رشيد شويه رمزي تاتيك على انا ما عنديش عديان مزاني صغير ما عنديش عديان كاين واحد الحاجه حبيت نقولها برك انا يلا باش نروحوا بلال انا كي كنت صغير اول كاسيطه شفتها في حياتي اول كاسيطه تلاقيت بها كانت كاسيطه تاعو كان وليد عمتي كمال اللي نحييه كان فري فان تاع بيلا تسمى اول كاسيطه شفتها في حياتي تاع شبيه تسمى اليوم لازم تتخلص لك راه قاعد معنا اليوم لازم تتخلص لك راه قاعد معنا والله غير شرف كبير راني مريح معاك ربي يحفظك شرف ليا اذا قبل ما نروح الفاصل انا ندير ديديكاس اليوم قبل ما نكمل البرنامج ديديكاس الامير امير نقول لكم شكون ولا ما نقولش ماذا بينا امير صغير كبير امير وليد رشيد رشيد اه يلا ديديكاس نسلم عليك بزاف بزاف ودات لك ديديكاس قبل نهاية البرنامج باش على بالي تبدا البروميير بارتي بصح على بالي تكمل حتى لا ديرنيير بارتي بصح ماشي لانيفيرسير تاعو درنا له ديديكاس قالوا لي في لاباسي غني له سنة حلوة انيفيرسير؟ لا 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 غير ديديكاس سنة حلوة يا أمير سنة حلوة يا أمير سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة من كبار الامل يلا فاصل ونعود نرجعوا مع لا سهلة بوكس باي اريد بكم مشاهدينا وكذا بضيوفي الكرام اليوم الامبيونس راكم او توب مع الضيوف مع سالي رمزي رشيد وزبير كاين حاجه ماهيش نورمال محمد احمد هو يتورني بمحكم محفف محسن دونك اليوم جاني بهذا الشاطوطه داير كي لوي فابيان بصح الدرك اللي قال ليماج ليماج خفت نروح نطيح خفت نروح الدوم ليماج كيما راك قعد كيما راك ما تزغش بزاف لا رشيد صافا كاين الشون شويه كاين شون كاين لاباس الان واش رايكم نروحوا نديروا ريبلاي شوفوا اليوم ريبلاي عندكم لو شوا كاين الفنانين راهم لهنا ما شاء الله نروح نشوفوا ريبلاي السهرة وبالك لهنا اون فاتورني حويجة يلا ريبلاي السهرة تعرفوا واش راه يقول؟ راه يقول لكم الفو ديروا لو شانجمون نعطيكم مرتي شي ريش قراب وتعطوني الحاجة انا الحاجة قال لك لا نديروا شانجمون نعطيكم مرتي ريش قراب ويديك انت انا 90 كيلو شحم ولحم يبدلني بزوج كيلو بطاطا قولو يسود له السعد قولو له انت هري هري لا لا قولها له انت يا اللي كلوفين حريري 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 شوف الحاج عيساوة هادي
قالت عليك انت هي. على زهرك هاي 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 تعرف ايش قال لكم؟ قال لكم والله 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 ما تقبلوش نقطع لكم القطايه هذه ويروح يبيعها في السوق هاي 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 زبير قالوا لك بوليود بداو يبحثوا لك دي شعرك معك سمحي لي جابني حفه قول تاعك بزاف ساهل يلا كان هذا ريبلاي السهره ريبلاي 2023 ياسين يقول راني مليح في الموسيقى يا صح انيسه في ديك التواضع وديك لا سيمباتي اللي قالت معاكم افيك بليزير صح كل من لي زانفيتي اللي نادو دار معانا هذا يا بليز ما كانش راه على بالك رانا متشوقين باش نعاودو نشوفو اللقطه ريبلاي 2023 او خرج الماتيريال والله ما شاء هيا زبير هي عندك ما شاء الله دخل ما شاء باش يدير التوربيون ما شاء شكون البياع شكون؟ بصح ما شاء البياع شكون؟ انا شكون؟ انت باش طرزي الله يرحمه لا ديرو هكا كبير عليا هيا العب 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 انا العب انا العب الفرنسي هو اللي تونفيس ها تونفيس اللي اون تران دو انت الفرنسي ولا الاخر؟ واه معليش نلعبها ماشا بس والفت والفت ماشا يا راه ساشي يا ندب عليك ندب عليك قلت لك اللي ساشي مسوي شفت يا مسخوطه الله 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 والله يا مولانا جيب حبيبي يا نغدي عند نوردين يا نشوف حبيبي نوردين لا هيا الور هذوك العينين مزيان اباكي بلي الماسيات عباك بلي نحكيك انا كي زدت اقسم بالله عندي بروبليم ياك حاسب زدت نورمال جبدوني بالمغرف تاع الميفاي زيروا هنا هي عين خرجت هذه هي على طاولك العينين هذيك هي بصح الحمد لله يا ربي نشوف طروادي دوك الطواد 2023 نشوف 4 جي روح اختي جبتي ساشي سالي عطي عب ساشي انا ما لقيتش راسي سمحي لي صاي هيا خلاص يلا تاك عرفوك سمحي لي ما نتنفسش تاع الصوم مسكينه مغبون سامحني قسما بالله غير بورصه جات عليك هيا يلا كنت فيها عندك لاطاي نيشان هيا بداو انتوما تستجوبوني الور مسيو ارتقي ويلي تون فيس جو سي با انت انت خلو كان تعرف ما تنطقش اليوم غير يدوك تتعذب انت في بلاصتو بارلي لو مي جو سي با مون يوطنو مون فيس اللي قرا اللي فاكسيني اللي فاكسيني لا وي مون يوطنو كنت خلو كورونا مي بوركوا مون يوطنو كيسكي بوركوا فوزافي ريشارجي لا مون فيس Ton fils, il est en train de fourrir. Il a tout oui, tata. Les Français, il est en train de fourrir. Il faut tout oui, il faut de rattraper. Il est vacciné. Assassin, le canne met bia, je dis, ou quand t'as fait place, tout t'as rangé le kbir. Dis-le. Elle a bia. Elle a chim bia, bèche, n'y koun bahali ka ou l'idée. Ah, non, non, non. Ah, non, rani, ma France, qui fait chaque m'habit kharjoua? Bel hajar. هاي مي كاسكي يا مون يطلو والله قسما بالله ملي حكى زعما بكري كانوا كاليفرونسي شغل تا متعقلة ملي غني مداحات فرونسي خطرة
قسما بالله خطره هذا غير بلاي ما جاش مليح 2023 نورتين خطره كنت نلعب في كونتي خرج على النص خرج على النص نلعبوا سبيكتاك كانت معايا واحد الشيخه اسمها خديجه ميشلي معروفه عندنا في وهران دخلنا تلاقينا نلعبوا هكا سبيكتاك في رحبه سيفو كملت هي دوك من ورايا تلعب دخل جات عندها لاجوان تاع كونسيول قالت لها مدام اسكو فو زافي شونسون فرونسي انا حرت كنت مع عندها قالت لها وي بيان سور اوكي نمت حباباتها وبدات اي علي تو موند افيك لو نبي صحابو عاشري لو ديو نو بروتيج زين البوشري وصلوا على النبي راديا منال كانت في المجد ديالها وكما قلنا سور سين البومات وفي 2009 تحجبت ما شاء الله وكان لها كذلك اقبال كبير من قبل الجمهور لما شافوك بالحجاب وهذا ما منعكش انه تكملي في الفن وتواصلي في المكانه اللي كنتي فيها ما شاء الله الحمد لله يعني ما هذا اختياري الشخصي يعني هذه كاين ناس اللي قالوا لي مليح كاين الناس اللي قالوا لي لا لا كاين الانتقاد كاين انتقادات ما شاء الله عليهم الله يبارك حنا بالك انا كل ما ندخل ونقرا نصيب عندنا اما كثر خيرهم والله كل واحد واش يقول كاين اللي يقول لك ما شاء الله كاين اللي يقول لك يعطيك الصحه كاين اللي يقول لك روحي توبي كاين اللي يقول لك كل واحد واش يقول وهذه تولي ما تقدريش تحاسبي الناس اللي يهضروا معاك من وراء كما نقولوا حنايا شاشه ولا من وراء بون انا جو بريت با اتونسيون ا تو سا لانه انا نعرف واش نسوى وحبيت نقول لهم باللي انه صح من قبل كنت دايره جي في بوكو دو سوكسي كانوا عندي البومات ناجحين لكن كي تحجبت ودرت البومات كانوا نجحوا اكثر فاكثر لي بلو بيل شانسون تاعي غنيتهم وانا لابسه الحجاب دونك سما او كونترير زاد فيا حوايج بزاف وهذه هي ابخي كل واحد حر في صح. حياته والتعليق يعني التعليق دو فاسون التعليق فيها ديري ما ديريش فيها حتى ولو كان يعني عندنا اللي يديروا الفتاوى والائمه وينتقدون في طريقه الكلام تاعهم اكزاكتومون واه لكن ساعات ساعات الانتقاد يكون جارح شويه انا هذا هو الشيء اللي ما نحبوش تغيدني ساعات تغيدني هكا ساعات روحي في واحد ينتقدك في كلام جارح كلام جارح هذا هو الشيء اللي ما نتقبلوش انا ما تنتقدني في الخدمه تاعي ولا ما عنديش مشكل يا باطل دو توت فاسون دائما نقولها راضيه اللي راهو في الواجهه واللي اختار ميدان اللي يبعثوا له الشهره عرضه لهذا الشيء تسمى سي لاديسيون ا بيي وي بصح دوك نقول لك حاجه لاديسيون ا بيي وي بصح كي تكون دوك انا ننتقدك في خدمتك قال سالي مثلت دارت غول انا هذاك لو غول ما عجبنيش ولا بصح كي نجي ننتقدك في حياتك الشخصيه صح ونحب ندخل لك لبيتك هذا اللي ونقيسك انا لحقو وين كنت هدرت على وليدي كنحقو وين يقول لك باسكو راكي تغني او خلصك ربي حوايج يقيسوك يعني وانا هادو شوفي شتي واحد اللي يهضر ونعرفوا باللي راهو غير كيما نقولوا حنا يبلبل ما نديرش عليه بصح اي انسان قاسني في الصميم وخاصه في عائلتي اني والله ما نسامح له حق الله ساجعله خصيمي يوم القيامه لانه انا ما نجرحش الناس في حياتهم الشخصيه ما ندخلش نقول لهم انيسه طحتي ومرتي خاطش هكا باسكو تستاهلي لا واش هكذايا ومعليش دائما نشوفوا لو كوتي بوزيتيف نشوفوا الناس اللي تحبنا اللي دعمنا واللي دائما واقفه معنا نشوفوا الكاس الجهه الممتلئه ماشي الفارغه اكيد وفي هذه النقطه الفنانه راديا منال يعني قوه ايمانك هو اللي خلاك انه تتكلمي على المرض تاع ابنك وقلتي انه عنده سرطان وراني واقفه معاه وشي صعيب ولكن هذه هي الدنيا وكنت يعني كذلك مثال للعديد من الامهات اللي ربما صرا لهم نفس الشيء فاحكي لنا هاد قوه الايمان كيفاش قدرتي ترافقي الابن ديالك ريان ونحييوه من هذا المنبر فقولي لنا هاد يعني صراع طويل وقلتي انه هذا باش نمدوا حتى الناس اللي راهم يشوفوا فينا انه سرطان يبقى مرض
مثل الأمراض الأخرى، فهذا هو اللي خلاك قوية مع الابن ديالك؟ يعني الحمد لله، هذه حاجة عطاها لي ربي سبحانه وتعالى، وأنا معروف عني أني نحمد ربي في السراء والضراء. ما نقدرش نجي ونقول له نقول زعما علاش ربي سبحانه وتعالى عطاني المرض لوليدي، الوغ كو كاين بزاف الاباء والامهات عندهم ولادهم مرض ويعانيوا. انا وليدي جا سرطان، سرطان الجيوب الانفيه لانفوم دوتشكين، وعالج والحمد لله راهو في تحسن الحمد لله. كانت حاجة ماشي سهلة يعني، نعاود نولي لي جمال، شاب جمال اللي راهو معانا. وقلت لك في كل مرة نعاودو نذكروا أنه الوالد ديالك ربي يرحمه عز الدين الشلفي لي هي شخصية محبوبة كثير، لكن حنا لما الناس يسمعونا نقدموا في البرامج ونتكلموا على فنانين كيفاش حياتهم كانت فنان وفي آن واحد بسيط، يعني حياة بسيطة جدا، نقول فقط أنه عز الدين الشلفي ورغم الفن ديالو والمشوار الفني ديالو ما خلى والو، يعني الكونتون بانك ديال عز الدين ربي يرحمه جمال كان صفر، ما خلى والو، ما خلى حتى حاجة، ما خلى والو. كما قلت لك الساعه نعاود نرجع كما شخصيتي نيس، قلت له حاجه ما خلاش، خلانا دعوه الخير وصاي الحمد لله، هذا ما خلانا هذيك هي الصح، الحمد لله هذه هي الصح، هذيك هي الصح، دعوه الخير خير من كلش، خير من الدراهم، خير من الصالح. وعندك الدراهم مش دعوه الخير، شنو ندير بهم هناك؟ درتوا لي عندك الدراهم وسيرتك ماشي نظيفه. ايوه بصح بصح عز الدين الله يرحمه ولا نشفى له، كان زوالي كما قال لك الاستاذ، خو زوالي بابات زوالي جيبوا مش ليه، ماشي زعما بالذل في عفايس راح مدهم الناس ما يستاهلوش ولا شراهم عفايس ما عندهم حد. انا قعدنا معاه قعدات وين نكونوا نتعشوا، ما نكونوا حنا رافد، ما عزديني لي كوم سا سي با، زعما ما دارش حساب باش يخلي يدير لافونير ولا مي، كان انسان اللي يجيبوا الرزق تاع ربي يديه القليل، يديه القليل. وفي هذه النقطة وحيد اللي حبيت نتكلم مع جمال، وقالوا لي أنه كان دار عرس في مرة من المرات وكان ماشي مع الأوركيستر ديالو، وكانت مرة في الشرق، فما كان خدام في الشرق، كان في الشرق، إيه في الشرق، وكانت مرة تبيع في المطلوع. احكي لي هذه الحكاية، حبيت نسمعها من وليد عزيز. في الشرق كان مع جماعة أصحابه بيانيست وكينيا لازين وهذا، جايين في الطريق مع الصباح كي كملوا جايين على طوروت، كاين اللي جايزوك اللي يبيعوا المطلوع مساكين وهنا مع الصباح وهنا البيض وهنا ينزل هذا زينو عايزين بيه مسكين يبغي ياكل صوا تاع المطلوع البيض صوا تاع بكري اللي نزل اللي يشري وهنا نزل اللي جبد 100000 عاد راه يشوف فيه في التروفيزور تاع الطوموبيل راه 100000 ادى المطلوع وهي رجعت له الصرف، عايزين شاف العجوزه كي رجعت لذا زينو الصرف، كي جا للطوموبيل قال له علاش شديت عليها الصرف، هو زينو على نيته صاي يا عزيزي كيما خدم هذوك الدراهم كيما رفد قال لك شروط ديما ما تقولهاش شكون، قال بلاش شكون اللي عطاك الدراهم راه طعم ديك العجوزه ما قالت له، قالت له ديجا كي نوط اليوم قال له دعيت ربي ربي يفتح عليا عندي وليدي با يخلص النفقه با تخرجوا من الحبس، المكتوب جاء مكتوب بحثوا لها ربي داتو ديك العجوزه عليكم صاعز دي الله يرحمه الله يرحمه. ايوا بابا ما شكون اللي داك عليا يا بابا؟ والله انا نسلك بابا نوض ترقد عند ماما يا بابا يا روح بابا روح حطوني وجهي ما تصبرونيش في والدي ما تصبرونيش تبي نقول لهم هذا ولدي ما يصبرونيش في والدي هذا ولدي مع والدي انا ولدي ماما ايوب نوض ماما تلبس ما نوض ترقد عندي يا بابا ولدي تعصبني اختي عرفتي انا ابني ولدي ايوه
سالي انا في هاد اللقطه هذه على بالي بلي انت ام وعندك طفل في عمره 13 سنه سيد احمد. سيد احمد اللي نوجه له تحيه. سيد احمد اللي سالي ضل معاه في الهاتف. سالي في هاد لا سيكونس واش كنتي تخمي واش كيف كنتي تلعبي واش كنتي تخمي في هاد لا سيكونس بالذات اللي راكي تخمي فيه درك واللي راهم يخموا فيه برشا ناس اللي تفرجوا المسلسل خاصه لا سيكونس هذه؟ اصلا من اول ما بديت المسلسل وانا كنت نشوف امير الشلفي اللي نوجه له تحيه مبدع ان بون غوليف جايتنا في ولاد صغار كنت نشوف ولدي كانت امه حاضره معانا وخاله صح دائما جبدته عندي وكاني قاعده نحط بعيد الشر يا ربي نحط في سيد احمد في امير في امير اللي هو لغول تاع ايوب سيد احمد كي كان صغير تالمون كي ليتي اتاشي ا موا كنت كي نسافر بوغ اون تورني ولا ان ترافاي ولا كل طون نقول لهم غطيوه يبرد خاطش يرقد قدامي دائما نقول لي ما غطيوه يبرد اعطوا له يوك لو بالك ما يقول لكمش فهمتي الوغ مع امير لهنا كنت كل طون نقول له امير تاكل امير البس لافيست واحنا اون دوار دو تورناج دير على القلمون على راسك هاد لا سيكونس اللي نحييه بزاف بزاف المخرج دادي محمد اياد او لو لو اه لا لا جبتونا ال كوراج سويلة كوراج على بالي بلي سويلة معلم متأثرة بزاف كذلك بموت ريم غزالي Ça nous a détruit la mort d'Arim Ghazali. Vraiment, ça nous a détruit, t'as ça. Personne ne s'y attendait. Ouais, mais qu'elle me sonnait. Quand elle est tellement narfourine, le caractère la joie fort de vivre aussi, hein. La joie ouais. de vivre. Il y a pas que ça. Et elle tenait vraiment à la vie. C'est ça. Donc, ma connaissance, me sonnait à tel point. Pas du tout. Barbie, d'amen, tu m'as tagliash à la moula. Ça. سي غاسا اكيد تورينا تصاور قال لي كنا نهضروا فيهم انا وياه البارح في التليفون كنا نهضروا عليهم حنا فريق الاعداد جهزناهم لانهم هضرنا عليهم كاع البارح اليوم راكيت وي ريم اختي صديقتي وعزيزه عليا بزاف سي ان سوغ اللي ما جابتهاش مع ميغ الله يرحمهم في زوج ريم خلات لي درس في الحياه بعد موتها وي عطتني درس في الحياة elle nous a donné vraiment une leçon de vie فحلة كريمة شاطرة بروفيسيونيل كوراجوز كان عندها واحد الكوراج ما تقدريش تتصوريه سي سا افونتوريير سورتو سي فري كانت تحب بزاف خدمتها تحب تو سكي فونتاستيك تحب على دوري سا Et c'est une vraie productrice, c'était une vraie productrice parce que quand elle a fait un drame, et elle produisait des produits pour des gens. Souhila, tu fais un homme herbouha dans le monde artistique. Oui, bzaf. Oui, bzaf. Bzaf. Akhir message كان بينك وبين ريم. ريم ربيع. ما ننساش الخير تاعها، ما ننساش خيرها، ما ننساش واش دارت معايا. دايوغ نعيط لها ساكارين. بس كو ديجا خدمنا كيف كيف مع بعض في سلسلة خالتي للاهم مع أمين بومديان وفيدة عدس فاطمة حليلو كانت عندي مشكلة في لبنان كي كنا في عرب كاستين كانت عندي مشكلة كبيرة ضيق زبيرة على بالو بها إبا رفضت الطيارة وجات حتى لعندي لبنان ما كانش اللي يديرها هذه جوبونس با بتاتخ ما فامي ما يديروهاش قلبت الدنيا وي لا دارت حاله هي اللي عندها تري ناسيوناليست تحب بلادها تحب ولاد بلادها ما تحبش الحقره كانوا عندها بزاف عند دي كيش يقولوا على دي برينسيپ دي برينسيپ لا في كانوا عندها كانت هكذا ما تحبش تحارب الحقره ما تحبش وعاونتنا بزاف في عرب كاستينغ
شوفي قد ما نحكي عليها المشكل بروفيسيونيل اللي كان عندك في البرنامج وي 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 enfin برو وي بروفيسيونيل tu peux dire بروفيسيونيل وهي عاوناتك اخر ميساج بينك وبينها كي كانت مريضه كنت شفتها بليزيغ فوا طلعت لباري شفتها بعد ما يعني قامت بالعمليه ايتو شفتها تلاقينا خرجنا ليتي تري تري كونتونت فرحانه بعد دخلنا الجزائر بقيت نهضروا كيف كيف في الواتساب نهضروا تبعت لي نبعت لي ساكارين ساكارين ابخي جا الكوفيد غلقوا كلش دونك دو زون ما قدرتش نعاود نطلع ليها لا نشوفها دونك نبعت لها غير في الواتساب الحاله تاعها كانت بدات تسوء ومن بعدك رحت نحوسها كنقول نكلمها على الواتساب ما قدرتش بعدك قال لي الاخ تاعها راهي شويه يعني كصحه متدهوره ما تقدريش تتكلمي معاها اون فوا في 8 مارس بعثت لها ميساج هكا تاع يعني جويس فات ايتو ما رجعت ليش كي ما رجعت ليش شغل بديت نتقلق شويه بديت نعيط للعائله منا نسقسي عليها قالوا لي صافا راهي منا شويه حنا بدينا التصوير عاشور العاشر انا كنت في التصوير كنا في الغابه وي عاد 7 مارس وي سيتي لو 17 مارس 17 مارس انا كنت في غابه تاع بوشاوي كنا كنت في التصوير وانا غير طلع خوها غير نعيط غير احمد خوها اللي دايوغ نحييه قعدت غير نبعث لها هكايا نبعث له نقول له يا درا صافا كيفاش لانه بالسيف الا جابوا له فيزا باش طلعوا قعدت غير نبعث له كيفاش شفتها كوما الفا منا بعد يبعث لي ميساج يقول لي ريم ربي يرحمها انا خلاص تما رحت ما قدرتش كانت صدمه بزاف كبيره ليا الله يرحمها ربي يرحمها صلاح ربي يرحمها و ريم تانيك مازالها حيه باعمالها وبروحها الجميله جامي جامي جاز عليا نهار ونسيتها جامي نسيتها جامي راح ننساها برافو شكرا على هذه الكلمات المؤثره يعطيكم الصحه برافو لكم المشاهدين نروحوا لفاصل ونرجع معكم مع الامبيونس وكمل لي روبريك اللي مازالوا لنا يلا فاصل ونواصل ان شاء الله تبقوا معنا لانه الان فقره تحبوها كثير نروحوا نديروا دوره مع رشيد اوغ يلا جينجل رشيد وانيس اختي وينك دينا اليوم اليوم راني نديكم العالم الجمال العالم تاع الجمال شوفي انيسه لو كان تقصي نيمبورت لو كي كنت تقول لها بلي شكون هي الكلمه الاكثر تداولا في العالم ستادير اللي كاع العالم يعرفها وكاع ينطقوها جينيرالمون كاع يقول لك كلمه الو الو معروفه كاع الناس يقولوها الور كو الو ما تنقالش اون ايطاليان الايطاليانيه يقولوا برونتو برونتو ما تنقالش اون جابوني والجابوني يقولوا موشي موشي ما تنقالش اون اسبانيول اون اسبانيول يقولوا ديغا ولا دي يقولوا ديغام بار كونتر الكلمه الاكثر تداولا في العالم هي كلمه للاسم تاع واحد المدينه جزائريه وكي نقول انا العالم راني عارف شنو نقول بخمسه قاراته الى عندكم قارات واحد اخرين كذلك في كاع لي كوان دو مود طري لا سيبيري بونور لافريك لازي وي ما تروحي هذه الكلمه معروفه ومتداوله وسيرتو عند النساء وكي نقول النساء سي تادير كاع النساء دو موند مهما يكون لو ستاتي سوسيال تاعهم كي داير كسوا تكون ملكه ولا تكون ماكيته في البيت مشهوره كيما مادونا ولا ماشي ولا عالمه كيما ماري كيري ولا كاع هاد النساء كاع يقولوا هاد الكلمه اللي هي اسم تاع مدينه جزائريه لونغور دو جورني ديجا ميم لو كان نفتش لكم في السيكان تاعكم غادي نلقى عندكم مان اوبجي وين تلقوا هاد الاسم تاع المدينه الجزائريه مقرافي عندكم باش نسهل عليكم انا هدرت قبيله مع اختي سهام لا ماكياج تاعنا اللي نتحيها وعطاتني هاد لوبجي هاد لوبجي جو بونس تعرفوه تعرفي هذا سي لو ماسكارا
هذا الماسكارا كاع النساء في العالم يعرفوه وينطقوه بكلمه ماسكارا. تختلف اللغات تختلف الديانات بصح كاع يقولوا لو ماسكارا. لو ماسكارا هذا نسبه الى مدينه معسكر. واخويا معسكر وقلبي ما زهر، ال29 القلب صافي والملائكه خفاف. هذه باين نعطيكم القصه تاع هذا لو ماسكارا. بكري افون اللي جبدوا الماكياج سي بيان لي ايجيبسيان وقت لي فاراو هما اللي جبدوا الماكياج. هما من جبدوا الماكياج في عينيهم تشوفهم كاع مكحلين عينيهم. شنو كانوا يديروا؟ هما عندهم كانوا يقضبوا اللوز يحرقوه ويطحنوه ويزيدوا له واحد الامور ويزيدوا له الياج الفلين محروق ويزيدوا له لي زيسكريمون الفضلات تاع بعض الحيوانات ويصنعوا يعني ميكستور ويديروها في عينيهم. عندك شوالا هذه كانت تحرقهم ودير لهم الحساسيه وكتقفل لهم على عينيهم. افيك لو طون لي رومان جبدوا ثاني حاجه يكحلوا بها، كانوا يقضبوا الاوراق تاع الورد يحرقوهم ويزيدوا لهم لا سوندر دو بوا سادي الرماد باش يكحلوا عينيهم. في هذا وزادوا الناس بقاو كيما هكا. في هذا الوقت في الجزائر هنا عندنا كانوا الناس رجال ولا نساء كانوا يديروا في عينيهم الكحل. الكحل اللي هو يستخرجوه من اون روش دون تيموان يطحنوها ويصنعوا بها هاد الكحل. في ال 19 سيكل لي زوروبيان كي جاوا هنا لالجيري جا ان اوروبيان في لا ريجيون دو ماسكارا ديكوفر هاد لا بودر دون تيموان اللي يديروها واللي صحيه ما تهديش العينين وتزينهم غايه الغايه وداها لاوروب هاد لا روش ولا هما تاني يطحنوها ولاو يتزينوا بها وسموها لا بودر دو ماسكارا تاع ماسكار. افيك لو طون avec le temps had le mascara en 1957 avant 1957 كانوا يقدموا هاد الفرشات تاع الماسكارا يدخلوها في لا بودر دو دونتيموان اللي يكونوا زايدين لها واحد السائل ويخدموا بها. en 1957 جات واحد المراه دارت لهم هاد لو تيوب اللي فيه لو ليكيد اللي يخدموا به مع هاد لابروس اللي ولاو يخدموا بها لو ماسكارا اللي هو تسميه لمدينه جزائريه باش تعرفوا باللي معسكر شيعة كاع في العالم. غادي نعطيكم دروك واحد المعلومه، هاد لو ماسكارا نسا كاع يعرفوا تعرفوا انتوما كاع وتعرفوا باللي غالي شويه. اغلى ماسكارا اللي بالنطق تاع ماسكارا تاع واحدين سوسيتي سموها كوتشير بوتي لونيتي وحده ماسكارا واحد كيما هكا يسوى 470 يورو لو كان ترجموها بدراهمنا 10 مليون. الور جات واحد المراه طريطري ريش في العالم معروفه وهذه تبحتو وتلقوها دوموندات ماسكارا بيرسوناليزي زعما تاعها. قالت لهم خدموا لي ماسكارا لو تيوب هذا اون اور 18 كارا وسيرتي دو ديامون وبلي كريستو خدموا لها. ما عرفتش على السومه تاعها سي 11 مليون دورو ليكيفالون تاع 220 مليار جزائريه. عطاتها لهم وقالت لهم اعطوني مون ماسكارا. تحيه معسكر وتحيه لالجيري. صح نقولوا ماسكارا بصح جامي درنا العلاقه واحد واحد غادي نديها انا اوفيسيال واحد واحد انا انا زعراوي كيش ما صرالو اذا شابينا قلت لي انه خاطيك التليفون وربما كل واحد مبلع على المنزل ديالو. واش رايك في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم اللي راهي تروج للفنانين؟ وشابينا نعرفوا انه لا جينيراسيون ديالكم اللي كانوا في البدايه بلي كاسيت ولي سي دي يعني ما كاين اللي ما واكبش هاد مواقع التواصل الاجتماعي. نتايا واش من الخانه اللي راك فيها؟ هل مع على بالكش كاع بلي غيزو حتى ولو الاغاني ديالك نصيبوها في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تيك توك مثلا؟ لا ماشي ما على باليش، انا نعرف هكا شويه نبريكولي شويه مي بصح ما انا شو با فان زعما باسكو لي انا في عقليتي هذه المواقع تلقى دي ستار وتلقى ناس معروفين بصح تقطع الويفي يروحوا افتراضيين كون يحبس الويفي يروحوا هذول كي ما عندهمش انترنت ما كان كي غادي يدير تلقى عندها 4000 امي واحد عنده 5000 واحد دار لو تور دي موند غير تما غير بينه وبين روحه غير في التليفون تاعه
يلا وصلنا لنهايه البرنامج، لكن قبل ما نكملوا البرنامج نروحوا للكويز ميوزيكال. راكم ثلاثه كونتر ثلاثه. زبير تي بيان اونتوري، دير لي بومب، دير لي بومب، لازم نربحوا. صافي كل مره تكلع على روحك. زبير وسالي، زبير وسالي، هذه المره لازم اسم الفنان ماشي اسم الاغنيه، اسم الفنان. هاي يلا دوني المقطع الاول. سولكي مازي، مازي لا لا شوية راك قريب. سولكي لا لا غازي، غازي أمير شبل أمير اسكت سهيلة زيان زيان أمير يروش أمير زيان أمير يروش زيان أمير عميش أيوة راح أسكت زيان عميش جروب الواحد يتكل ويتكل على روحه. ثاني بقى يتحدوا غير احنا. يلا المقطع الموالي. حسن مراد جعفري، مراد جعفري، جعفري جعفري خلاص. الا ما فازش معاك في الكويز هذه المره او كان اسبوع. انا عندي نربح في حاجه. صحراوي 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 برافو. يلا يلا شوف 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 برافو زبير. باش نكونسونطري معاكم. ما تغني. يلا المقطع الموالي. يا ربي يا ربي شنو هذا؟ خويا رشيد خلاص يلا اربح اخويا. هذا هو الديرني تيت خصي الفاصل. نقطة الفاصلة. يلا اعطونا الديرني تيت. سمع بس. يلا ها. لا لا خلوا جمال يركز. الله يسمع من الكاسك. من وين ستيفي وندر؟ ستيفي وندر. عملت عملت. لا 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 العروسي العروسي قبلك سالي. يا سور جامي تمدوا لي مرة زبير يربح. أغيت أغيت والله قبلك. توقف على بها راحت لك. أنا قلتها. معليش المخرج في خاطرك خويا معليش خليه يربح زبير. قبل ما نكملوا بالموسيقى مع جمال العروس يعطيني كلمه اخيره الناس اللي يحبوك ويدعموك رغم الغربه بصح مازالك موجود معنا. نكملوا معك بالموسيقى اعطيني كلمه اخيره ونكملوا بالموسيقى. داكور كلمه اخيره يعطيكم الصحه اللي عرضتوني. يعطيك الصحه. وصحه رمضانكم وصحه عيدكم الافونس. يعطيك الصحه. و تول كاع الناس اللي يحبوني وثاني اللي ما يحبونيش انا نحبكم. يعطيك الصحه. شكرا جمال العروسي.
شرفتينا اليوم كلمة أخيرة. يا شرف لي شرف أني كنت معكم ويعني كنت يعني جازت الحصة كما يقولوا أحلى من العسل. يعطيك مع ونشكركم على الاستضافة ونشكر الضيوف الكرام والجمهور وجنود الخفاء. تحياتي الكامل كامل المتابعين تاعي والأهل تاعي ولادي ومهمتي وعجزتي. شكرا سالي. كلمة أخيرة نساء ومانيش حاس مانيش عارف علاش قلبي وجعني من راني نقول لكم اليوم بصح معليش ما يزيد نتلاقى بفوقيرتك غدوه معليش شو عندك كيف يتنادى عليا ها سيدي ها لو كان وحده مقابلتني توحم ما ديرش هكا سبحان الله بون انايا جو في فير ان بوتي كوكو ا مي دو بوتيز انفان سيد احمد وريهام ضو عيني يا ربي يحفظهم لي راجلي ولادي كامل لا فامي كل الناس اللي نحبهم خويا العروسيس ربي يحفظك ان شاء الله ويعلي مقامك وتقعد طول عمرك هكا سانسيخ جماعي خويا رشيد نشتيك يا خويا اكتفي رمزي ولدي قعد ترونكيل اختي جميع. مرحبا بك معنا الببليك نحبكم زبير ما نحبكش هيا الهدنة الهدنة اليوم أبو زبير تغي الهدنة الهدنة زبير أنا عن الشيطان زبير الهدنة اليوم ماشا الهدنة ماشا كم دابيتي زاهد يلا سالي يعطيكم في ساعة الخير إن شاء الله إن شاء الله نحبك نساء ماما أنا نحبك يعطيك صحة شكرا رمزي كلمة أخيرة أنيسة يعطيك الصحة يعطيكم الصحة ببليك يعطيكم الصحة مشاهدينا يعطيكم الصحة ايكيب تكنيك كامل اللي كنت معنا شيخ والله كنت متمني نجوز معاك في كاش حصة صافي بليزير حقق الحلم نتلاقى ان شاء الله كاش نهار ان شاء الله شكرا رشيد الله يطول عماركم ولا يعطيكم الصحة كما قال لك لقينا بساعة خير وانا تحياتي الحارة لكافة الجالية الجزائرية في المهجر صح برافو يعطيك الصحة نشكروهم ونقول لهم شكرا على اللي تبعونا كل سهرة زبير انا عندي سؤال احنا على ما ناكل وما نشربوا سيدي تطفح هي هذاك المسخوط اللي حداها ما يخلوش ما يخلوش انا ناكل الوجع بعينك انيسة الله ونعم ميرسي شكرا لك اللي جيتي صافي بليزير لك تقومي يعني بتشريفنا في المدن على جال يعني الثقافه تاعنا والحضاره تاعنا سالي نقول لك ما غير ما كاش الهدنه نتلاقوا باذن الله ما تحسيش بك تكون كاينه الهدنه احنا ديري النيه وانت ما غير غادي توحشك ما غير صغير رشيد استغفر الله على ربي موت عليك رشيد خويا تاع عروسي اقسم لك بالله غير نبغيك من عند الله الله يحفظك انت انسان عنده طيب. القبول عنده القبول والله العظيم انسان راقي والله العظيم انت انسان طيب 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 انيسه نقول لك صحه رمضانك صحه فطورك صحه سحورك ببريك غادي توحشكم غادي نبغيكم نتوحشكم ونموت عليكم نبغى حتى الغدوه نتوحشكم نتلاقوا غدوه كما اليوم مع انيسه شاب سهراني يعطيك صحة شكرا إذا مشاهدينا عند نذكروا بالبرنامج السهرة يأتيكم من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة يعني من الاثنين للجمعة رانا معكم كل سهرة على قناة البلاد حبيت نشكر كل الفريق التقني حبيت نشكر المخرج حبيت نشكر كذلك البنات اللي راهم في لاغيجي نقول شكرا لفريال شكرا لمونا وكذلك شكرا لريما رابح كمال لي كادغور المخرج يوسف أسنين نشكركم كامل سيهم في التجميل اللي هبناها شكرا لكم كامل لانكم لا بكم انتم السائقين كذلك سائقين نحييهم كذلك السائقين كامل في الغيبية كما قلت انت فنحييكم كامل لأنه بلا كامل هاد الجنود لهم دوكا مقابلين كامل ما يكونش برنامج فشكرا لكم إذا نكملوا بالموسيقى مع الفنان الرائع اللي راه معنا جمال العروسي تحت تصفيقات الجمهور كان يحب ياسمينة يا اخي حبه يا اخي محنا حلاهم اخر الزمان شوف 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 في الحب تشبع المحان شوف 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 هذا حب اخر الزمان شوف 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 في الحب تشبع المحان شوف 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 هذا حب اخر الزمان
خلى الدين يحب يحب غنية صح اللي ما تحبوش جاز مسكين بعد بعدت الهبرية قلبه ما تخرجوش واش دارت فيها ماشي شوية يشوفوا ما يعقلوش صح نهار والحبات وهي رحمة صرخ طبعي شوش شوف 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 في الحب تشبع المحان شوف 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 هلا حب آخر الزمان شوف 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 ايه في الحب تشبع المحان شوف 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 هلا حب آخر الزمان أنا هويتها هي هي تحب فلان فلان يحب فلانة وفلانة حبت فلتان أنا هويتها هي هي تحب فلان فلان يحب فلانة وفلانة حبت فلتان خلطت الطردار بالحنة والشيعر بالسبان خلطت الطردار بالحنة والشيعر بالسبان سلام وشبيه وشبيه شبيه البارح شاف صاحبه مع حبيبته حبيبته خاطبها خاطبها رابح رابح كان خاطب بنت خالته بنت خالته يعجبها يعجبها صالح صالح وحده ما عجباته دخلت الخلاط فوحه وروايح حب الحق الناس جراته شوف 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 في الحب تشبع المحان شوف 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 هذا حب اخير الزمان شوف 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 في الحب تشبع المحان شوف 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 هذا حب اخير الزمان انا هويتها هي هي تحب فلان فلان يحب فلانة وفلانة حبت فلتان انا هويتها هي هي تحب فلان فلان يحب فلانة وفلانة حبت فلتان انا هويتها هي هي تحب فلان يحب فلانة حبت فلتان هي أو هي تحب فلان يحب